السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت محتاج أسأل عن الأوقات العمرة، هل أوقات معينة ولا في أي وقت؟ لا، في أي وقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بارك الله فيك. الله يجمعك، أحبك الله أبو ريان وحفظك الله ووفقك إلى يوم فهمي. السلام عليكم. جزاك الله خير يا رياض. نعم، سددك الله يا عبد العزيز بن عامر. بسم الله. الأخت هدى سلمك الله من السؤال المكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. جزاك الله خير. وين أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. اللهم آمين. أسركم الدعاء أنت أخي نور، وأن يجمعنا بظله بحبه في ظله تحت ظل لو ظله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام رب العالمين. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدل التاريخ يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياك الله. وحياك الله، يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. وياك. أنا رجل أعاني من المثانة العصبية، فإن أنا بكون غصب عني بروح وأجي كتير على الحمام وكده، فهل مثلا لي إن أنا أحقن البول شوية؟ مثلا لو دخلت الحمام وطلعت المسجد هجلس مثلا جلسة شروق، هجلس لي مثلا نص ساعة. لك ذلك وأنت من أصحاب الأعذار. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يبارك لي فيك يا رب. وياك. يعطيك العافية. عدل التاريخ يا عبد الرحمن، الإخوة يقولون ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كنت أسأل إذا هناك والد كان يعمل في بنك ويعني ربى أولاده على هذا، فما حكم الأولاد يدخلون في حديث ما الجسد الذي نبت من حرام فنروا له؟ الأولاد مضطرون، لا إثم عليهم، الإثم على أبيهم الذي أطعمهم طعاما مشبوها. بارك الله فيك. طيب شيخنا جزاك الله خير. اسال عن النظر، نظره واحده للتعرف على وجه المراه اثناء البيع، نظره او نظرتان، هل بهما بأس؟ يعني انت تتعرف على وجهها اثناء البيع ليه بس؟ يعني الداعي، هل هناك داعي لذلك؟ يعني حتى النبي عليه الصلاه اعلم من بيت، او حتى نظره واحده حتى اعلم من بيت، يعني في البيع والشراء. دعك من التنطع. قال رسول النبي عن نظر الفجاء فقال: اصرف بصرك. اذا كنت ضابط جوازات مثلا ماشي لا باس، ماذون، شهر عقاري توثق بس، لكن
تدقق النظر أثناء البيع الأمر مش مستلزم. السلام عليكم. نحن في ليلة 1/8. شكرا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل اتفضل اتفضل. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا ينفع بك وياكم. في واحد أقسم على زوجته بالطلاق إن هي ترجع مبلغ مالي معين لأهلها، فهل تحديد المبلغ ده بالذات بعيني، يعني هي رجعت القيمة، يعني رجعت 4000 جنيه بس غير اللي كانوا إيه اللي كان أقسم عليهم بيها، يعني بس رجعت المبلغ. هو كان أقسم بكم؟ هو كانت مدي أهل كان مدي أهلها 4000 جنيه فجابتهم منها، فقال لها عليا الطلاق ترجعيهم لاهلك، انا مش هاخدهم منها، انا معتبرهم على سبيل الهديه. فهي كان معاها فلوس تاني مختلطه بالامر يعني، فرجعت 4000 جنيه ليهم. رجعت لاهلها؟ نعم. لا كده في غلط، كده في غلط. تمام. لانه هو اعطى ال 4000 جنيه لاهلها كهديه. تمام. ونوى ذلك. تمام. فهي راحت ردت الأربع آلاف جنيه لأهلها من فلوسها الخاصة. لا يصلح هذا. لا يصلح هذا. لا يا شيخنا، هي خدتها، هي أهلها ادوها لهم، قالوا لها لا احنا مش عايزينها. رجعت لزوجها قال لها لا لازم ترجعيهم، فهي معها أموال تاني. فرجعت لهم 4000 جنيه بس مش دولة تحديدا يعني. لا 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 لا، الكلام ده غلط كله. العمل بنيات هنا. تضغط على اله وتاخذهم. تمام تمام. الله يسلمك. جزاك الله خير يا سمير دعشوش. زادك الله من يوم فهمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اخبار حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. ليا سؤال يا شيخ بخصوص مراتي صليت اللسان. بتعاندني في أي حاجة، ترد الكلمة بعشرة، الصوت العالي، فالموضوع ده تعبني يعني. الصوت العالي هترد الكلمة بعشرة، وإيه تاني؟ هو الموضوع ده عامل لي مشاكل في بيتي على طول يعني، فكنت عايز يعني نصيحة من حضرتك. والله يعني فيها خصال خير أخر ولا كلها شر يعني؟ والله فيه. خلاص وازن. إن كان الغالب عليه الخير تحمل لوجه الله، فالنساء ناقصات عقل ودين، والنبي عليه السلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسيا، وقال أيضا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يجري الآن تسجيل هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا حبيبي وسلامك في الدارين. ولك بمثل، تفضل. ليا سؤالين يا شيخنا، أو ثلاث أسئلة. سل سل سل. السؤال الأول، سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وفي سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف وثلاثة آلاف، هل ألف يعني كانوا في الأول ألف؟ يا أخي الكريم، هذه الأسئلة ترجع لكتب التفسير على في الحالة ستجد التوجيه، لكن عموما ما دمت قد سألت، في الأول وعدوا بألف وبعد ذلك ثلاثة آلاف وبعد ذلك خمسة آلاف، ما في أي مشكلة. ظننت ان هذه في غزوة احد، 3000 احد و1000 في بدر. الله يسلمك. السؤال الثاني، هل امام احمد بن حنبل كان يقول دائما الامام الشافعي يا ابن عم رسول الله؟ انا ما اعرف هذا الكلام يا اخي. هل يجوز لو احد من اهل بيت رسول الله ان يقال له مثل ذلك؟ مثل ماذا؟ ماذا ستقول يعني عن أهل بيت رسول الله؟ مش فاهم. لو أنا ما أحد من أهل بيت رسول الله وقلت له مثل ذلك، هل يجوز لي؟ تقول له ماذا يعني؟ تقول له ماذا؟ أقول له ابن عم رسول الله. ابن عم رسول الله؟ نعم. وإذا كان ابن عم الرسول قل يا ابن عم رسول الله. كان من نسل رسول الله يا فلان. نعم يا شيخنا. مع السلامة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا المبارك؟ والله الحمد لله حالي طيب الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ سؤال. هل تبادل الاموال عن طريق فودافون كاش من المعاملات الربوية؟ تبادل الاموال عن طريق الفودافون كاش هل هو من الاموال الربوية؟ لا ليس من الاموال الربوية الا اذا كانت هناك صورة للربا ظهرت، لكن الارسال والاستقبال ما فيها مشكلة. يعني قد يكون هناك يأخذ عليه إضافة، يعني مثلا نأخذ عليه إضافة نتيجة التحويل لا بأس، لكن نتيجة التأخير لا يجوز. جزاك الله. بارك الله فيك يا أخت عائشة بنت عيد. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم معك محمد صلاح. اتفضل اخ محمد. لو سمحت انا كنت ناوي اشتري شقه فالمبلغ مش متاح كلي، فانا كنت العمله المصريه موجوده بيها. تمام. نعم عفوا. فموجود المبلغ معاه بالعمله المصريه، فمن الوقت للاخر مش عارف اشتري، الظروف التضخم والفلوس قيمتها لا لا. فهمنا برفق الله يرحم والديك. ناوي اشتري شقه. تمام. نويت أن تشتري شقة وبعد؟ المبلغ مش متاح معايا كله. المبلغ غير متاح معك بالكامل وبعد؟ فجمعت مبلغ فنستني أما أكمل بقية المبلغ عشان أكمل تمن الشقة واشتريها. طيب. حولت الفلوس لدولار. طيب. عشان تحافظ على القيمة بتاعتها. طيب. إيه الحكم أو الوضع؟ ما فيها مشكلة. طيب تمام ممكن. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أخت أم فهمي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك في مدرسة دعوية هي مشهورة وبتاعت شيخ مشهور برضو، بس مش عايز أذكر اسمها لأن لو ذكرته حضرتك يعني هيبقى المسألة فيها إحراج. وجيت لحضرتك عند المسجد حضرتك في المنصورة ما تيسر ليش إن أنا أقابل حضرتك. يعني قولي الوصف، تكلم عن الوصف لا 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 تسمي. هي مدرسة اسمها المدرسة الربانية. يا الله مش عارف لك لا تسمي يا حبيبي. مش القصد ما انا كلمني في الهاتف الخاص. كلمني في الهاتف الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. وياك تفضل. الله يكرمك يا اخي. والله حضرتك انا كنت عايز استفسر بس في شغل انا بنزله. انا شغال في الكويت. تمام. في السويس. انا بشتغل في الكويت. وبشتغل شغل من الباطن، يعني بيبقى شغل المقاول من الباطن. طبعا حضرتك فانا لما بشتغل زي نظام يوميه وكده. ايه؟ انا بشتغل نظام يوميات. تشتغل نظام يوميات. يوميات اه. فبيجي المقاول مثلا خد بالك بيربط معايا شغل ان انت نازل معايا بكره. تمام؟ ويجي هو يقوم جاي يختلف يروح شغل تاني او نظام ويقوم جاي ايه؟ مريحني. انا بجبره ان هو يديني ثمن اليوميه اللي هو ربط عليها عشان هو ربطني شغل ما خلانيش اطلع مع حد تاني. هل يصلح اليوميه دي؟ يعني هو قال لك انت معي غدا باذن الله. اه. واتفقتم على الثمن والمبلغ. اتفقنا على الثمن. اه يوميتي قد كده وهطلع معاك. وذهبت الى العمل؟ لا ما ذهبتش للعمل. جه الصبح هو مثلا قفل تليفونه او ما راحش العمل، فالمهم انا اليوم ده راح عليا كده. هل انا من حقي اطالبه باليوميه دي؟ انا بالفعل طلبته مرتين. وهل واعطاك؟ واخدتهم. اه. وهل انت اشتغلت في هذين اليومين في مكان اخر؟ لا ما اشتغلتش. تعطلت تماما. ممكن. هذا ما عطلك لا بأس، لكن إذا كنت اشتغلت كنا نقول لك اخصم الذي اشتغلته من هذا المبلغ. لا أنا ما اشتغلتش. احنا شغلنا بيبيت من بالليل،
احنا شغلتنا كله شغل المجال لك بيت من بالليل من حقك الذي اخذته. الله يبارك لك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا لسه مكلم حضرتك يا شيخنا، كنت عايز بس أجي لحضرتك أقول لحضرتك المنهج معين كده. خلاص ممكن تكلمني فيه في الهاتف. كلمني فيه في الهاتف. إيه؟ كلمني في الهاتف بدل ما تيجي مشوار كبير من القاهرة، كلمني في أنا الهاتف. أنا بتصل على تليفون حضرتك الموبايل الشخصي ما بيجيليش. والله يا أخي أرسل لي رسالة وأنا إن شاء الله أطلبك، لكن يعني علي ضغط عمل كثير. أنت تيجي حتى أنا تيجي عارف والله ربنا أنت زيت من القاهرة ما أجلس معك كم 5 دقائق 10 دقائق، صعب عليك إنك تيجي من القاهرة وترجع. أنا جيت والله جيت لحضرتك مخصوص كمان. أعرف أعرف أنا بقول لك أنا أرشدك للطريق الأيسر علينا وعليك. بالهاتف اتصل بي كده او ارسل رساله لحضرتك رساله على الرقم اللي هو 0 وتبقى حضرتك تكلمنا مثلا. ماشي لا باس لا باس لا باس ان شاء الله. السلام عليكم. هانك الله يا شيخ ابراهيم الرمزي. السلام عليكم. نعم تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى استاذن بس حضرتك تسمعني للاخر لان السؤال ده اسئله مهمه. طويل ولا مختصر؟ ايه؟ إذا كان طويل لن نستطيع، إذا كان مختصر سين وجيم اتفضل. مش طويل قوي يعني، بس جدتي كانت عايشة معانا وآخر فترة لسه متوفية امبارح، يا ريت حضرتك تلاقيها بالراحة. الله يرحمها. بس الوقت اللي كانت قاعدة بيها والمعاش بتاعها نزل النهاردة وهي توفت خلاص، بس أنا قبضت وما كنتش أعرف إن هو كده. هل إحنا دلوقتي المعاش ده نعمل فيه إيه؟ وهي توفت خلاص. يلا خذوه وتصدقوا بجزء من المال عنها. نتصدق بجزء من المال وتبقى نتصرف في عادي؟ نعم. تمام شكرا لحضرتك. الله يكرمك. معاش للشهر السابق مش للشهر القادم، وهي كانت عايشة أغلب الشهر السابق يعني. السلام عليكم. كيف أزور بقى؟ نعم شيخ مصطفى تفضل. بارك الله فيك. أنا حاليا نتيجة الثانوية العامة بعد ما ظهرت جبت مجموع سيء، فلذلك صليت ال5 فروض في المنزل النهارده وعاوز استمر على الفترة الجاية على نفس النظام اللي أصلي في المنزل. غلط غلط غلط. الدنيا تهون لكن الاخره امرها شاق، عياذا بالله اذا ما استقمت على امر الله. كن راضيا بقضاء الله يا اخي. راضيين راضيين عم الشيخ بس محرجين. طيب جدا محرج مين؟ صلي في مسجد اخر بعيد، ايه المشكله؟ انت عارف انا شخص قروي فكل الناس شبك يعني اعتبر عارفين بعضيهم وانا مخزي يعني. مخزي صلي في مسجد بعيد عن قريب لا يشق عليا. والله يا اخي الحياء لا يمنعك من شهود الجماعه، والدنيا امرها سهل لو منتهي. الله يبارك فيك ان شاء الله بفضل الله. هذا كن قويا يعني. الدنيا سهله يا اخي، الدنيا كلها سهله والله. سهل ان شاء الله. دعوتك معنا فضل. الله يبارك فيك. حبك الله يا احمد بن عادل بن فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال شيخنا؟ بخير والحمد لله والشكر لله. الحمد لله. الله بكم للسلام والمسلمين يا رب. تفضل. نسألك ودعا شيخنا. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة يا رب. جزاك الله خير يا ولاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. لو سمحت هل يجوز ان انا فضيلة الشيخ ابدل طبعا حضرتك عارف موضوع شقق الاسكان اللي تبع الحكومة، ففي واحد ممكن اتفق معاه ان هو ينتفع باسمي ويقدم هو باسمي في شقة وانا اخد منه مقابل يعني بسيط لا يعتبر ثمن الشقة بس مقابل ان هو ينتفع باسمي. اذا كان الاصل يصح فهذا الفرع يصح، لكن الاصل فيه نظر من ناحية العقد الربوي الموجود في هذه الشقق. تمام. فاذا كان الاصل لا يصح الفرع بالتبع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك تفضل. نشهد الله اننا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. بقول لك شيخنا يعني في مسألة اللي هي مثلا بحول لحد فودافون كاش، فبيقول
لي ابعت لي مصاريف الخدمه، لان طبعا لما بنسحب رسوم الخدمه لما بنسحب الشركه كده كده بتاخد 10، بتاخد 1%، يعني بتاخد 10 جنيه على ال1000. اي حد مثلا يقول لك ابعت لي رسوم الخدمه، فبحول له مثلا 1000 و10 و1000 و15. هل لا باس برسوم الخدمه؟ لا باس برسوم الخدمه، لا باس برسوم الخدمه. طيب حبك الله يا ابو حذيفه الشيخ مصطفى الجوالي، سلامك الله حبيب، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. طارق بخير يا طارق، اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ كنت عايزه استفسر حاجه على حاجه. انا يعني انا ابني بتمرن في النادي، والنادي فيه نخله، النخله دي ساعات بتوقع بلح وكده، فابني جمع البلح وقال لي انا عايز اخده البيت، فيجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، سقط على الارض. سقط على الارض ما في مشكله ياخده. يا ده كده مش ملكيه ال، لا يا اختي، التمره والتمرتين هذه الاشياء يسيره. او برتقان مثلا بتاع شجر سهل. الله يكرمك، بارك الله فيك يا اختي، ولا وفق لاختي حسامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ انا كان والدي مقاول معماري، وكان في وقت كان كاتب لاخويا دكاكين وحاجات باسمه، فجينا في وقت اخويا باع الدكاكين دي ودخل مع والدي في شغل، فجاء الا اذا اخوك نفسه طابت بشيء يعطيك اياه فلا باس. لا انا سؤالي الشيخ في حاجه، ان هو دلوقتي يعني انا والدي كان، هو كان اخويا ما كانش بيشتغل معايا اللي هو الشغل اللي يعتبر. من سالتك اذا كان الوالد رشيدا وطيبا ومصليا لن يظلم في الغالب، الولد يشتغل مع ابيه، من يستطيع يقدر وقد مات الوالد قدر عمل الولد مع الوالد؟ لا انا ولا انت، الاب ليعرف. هو يعني شايف ان هو كده حتى لو كان عمله شويه عليه، يعني حتى لو كان حاجه قليله، فلهو علشان هو ابنه الوحيد، احنا اثنين بنات وولد، فهو كان شايف ان هو يبقى شريكه في كل حاجه ده افضل. والله انا ما استطيع اتكلم، وقد مات والدك رحمه الله تعالى عليه، فاما ان تصطلحا تصطلحان او تغفري للوالد. بس هو كده يعني مش ما استطيع ان احاكم الوالد الذي مات. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتورة ليلى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله يبارك فيك وزيدك. نحن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أريد أن أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. بالنسبة للقبر، هل فعلا يصطحب الإنسان عمله الصالح في القبر كالقرآن والصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الميت في حديث طويل، إذا كان صالحا فيأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فنسأل الله أن يصلح أعمالنا وأعمالكم. كان في حديث عن الصلاة إذا جاءت تأتي من قبل قدميه. لا، هذا الحديث تالف جدا، هذا الحديث تالف جدا. مثلا جاءت صلة الرحم ففعلت، وجاء الصيام ففعل، تالف تالف تالف. وللأسف أن شيخا ما من خطباء عرفات قاله بطوله في يوم، في يوم خطبة في عرفات، والحديث تالف، معتمدا على أن ابن القيم قال ألفاظه طيبة لا بأس بها، لكن نحن نبني على الأسانيد، فالسند تالف. نحن لنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله هذا الحديث. جزاك الله خيرا. الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل. بقول لحضرتك، هو الإنس ممكن يشوف الجن؟ نعم، ممكن الإنس يشوف الجن؟ ممكن. أبو هريرة رأى عفريتا، رأى الشيطان جاء يسرق من زكاة الفطر فقبضه 3 ليال يقول يشكو الحاجة، قال في النهاية هل أدلك على شيء إذا فعلته لم يقربك شيطان حتى تصبح، وعلمه آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. والرسول أيضا كان يصلي فأتاه الشيطان وهو يصلي من الليل بقبس من نار يريد أن يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته خنقا شديدا، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لأصبح موثقا في سارية من سواري المسجد يلعب به أهل المدينة. وأيضا قال الشيطان لأهل الشرك يوم بدر إني جار لكم، تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك، قال تعالى في كتابه الكريم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. بتفسير انه يراكم هو وقبيله. ايوه، لا تنفي، هو الان يرانا هو وقبيله، لكن ما يمنع اننا نراهم في بعض الاحيان، ما نفت اننا ممكن نراهم في بعض الاحيان. من حيث لا ترونهم يا شيخ مصطفى؟ اي انت الان هو الجن يرانا، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، ونحن لا نراه الان، لكن هل يتصور انه ممكن ان يرى؟ ممكن يرى للأدلة المذكورة. جميل، جزاك الله خير. الله يبارك فيك ورفع الله قدرك يا أم فهمي، حبك الله يا ذا النورين ياسر بن عسل، جزاك الله خير، يرضى الرحمن غايتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، والدي مفوضني أن نسأل حضرتك. إحنا 3 بنات وولدين، تمام؟ وإحنا البنات اتجوزنا وهو كان جاب لنا كل واحد فينا ما يعادل عربية، وحصل ظرف والفلوس بتاع أخويا يعني بقت مع والدي دلوقتي مش عنده عربية ولا حاجة، عندي أخ في الكلية، فهو عايز يعمل هو قلقان إن الأجل يجي في أي وقت، وعايز يكتب لإخواتي الولاد حاجة على جنب ما يعادل جوازاتهم والعربيات، وفي نفس الوقت قلقان إن الحاجة دي قيمتها تتضاعف يبقى أكتر من الجوازات والعربيات ويبقى ظلم البنات، فهل يجوز أصلا أنه يكتب لهم؟ أما نسألك سؤال يعني. نعم؟ سأسألك سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. أولا أبلغي والدك السلام وقولي له جزاك الله خيرا على حرصك على العدل وعلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وليست في رقبتك مظلمة لأحد، شكريه جزاه الله خير يا رب العالمين. ثم إني أسألك سؤالا، أبوك أعطاك هبة صح أم لم يصح؟ الهبة هي الزواج، تكاليف الزواج، صح أم لم يصح؟ صح. إذا أعطى أخاك مثلها هل يأثم الوالد؟ لا طبعا. خلاص، يجوز أن يعطي الولد مثل ما أعطى البنت، بل هناك رأي يقوله رأي الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي في الهبات الكبيرة، في الهبات الكبيرة أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن والدي عمل كده، احنا كنا نص الولاد في الهبه. انا بقول لك في رأي الامام احمد بن حنبل رحمه الله وراي اسحاق بن راهوي رحمه الله، وان كان الجمهور يقولون بالتسويه لكن هذا راي موجود وهو اوفق للقياس، والله اعلم. طب هو عايز يكتب لهم محل، راي حضرتك يكتب عادي؟ انا ما استطيع اقول يكتب ماذا او لا يكتب ماذا، لان انا ينبغي ان يكون عندي تصور كامل عن التركه والوضع،
فلا أستطيع أن أقيم القدر الذي يكتب. طب هو دلوقتي مش معاه سيولة، هو بيقول ان هو مش معاه سيولة فعلا. طيب مش معاه يعني عفوا، بيقول لو انا عشت ربنا سبحانه وتعالى. اسمعي لي بس في الكلام يا اختي، في بلادنا في الفلاحين احيانا الرجل حاله مثل حال ابيكي، زوج البنات وستر عليهم، والبنت كلفته مثلا 5 قراريط ارض، ياتي يكتب للواد انك يا فلان لك 5 قراريط ارض، هل في او مشكله؟ ولو 10 قراريط ما فيهاش مشكله برضه على راي الامام احمد كده. تمام الله يسلمك. طيب معلش يا شيخ فاضل، بيقول حضرتك طب لو القيمه دي زادت اياميها زادت نقصت، مالنا دخل بقى الان الان مع قيمه العفشه ايضا الذي انفقه عليك، اذا جئنا نقيمها الان تضاعفت. يعني ابوك جاب لي غرفه نوم مثلا 30,000، الآن غرفة النوم هذه جينا نشتريها نشتريها ب60,000، صح ولا أنا غلطان؟ لا هو فاهم الحتة دي، هو مثلا بيقول هيتجوزوهم زي التكاليف العرس، الولد والبنت زي ما بنجهز العادي ده. طبعا احنا لو مليون دلوقتي بعد كام سنة الله أعلم ممكن تبقى كذا مليون، ومش قصده كده، قصده لو كتب محل والمحل ده بقت قيمته الآن المحل الآن وعربيات. صبرا يا عروسة، الآن المحل قيمته مثل كم تكاليف زواجك ولا لا؟ لا أكتر. أكتر شوية. نفس الشيء، الفلوس اللي زوجك بها إذا بقيت حولها ذهب وحولها دولارات ستتضاعف أيضا. فما فيش مشكلة. بس أنا بيسأل حضرتك لو هو وصل ولاد، لو في فرق في الفلوس ده تتقسم على اخواتكم والولاد ما نفذوش الكلام ده، هل هو هيبقى عليه اسم وقتها ربنا يديله؟ لا طبعا لا تجوز هذه الوصية، لأن النبي قال لا وصية لوارث، يكتب من الآن كل حاجة، يكتب من الآن كل حاجة يعملها في حياته إذا كان يعني، لكن وصية لا يجوز له أن يوصي لوارث من الورثة، والبنات الآن ورثة. تمام أيوة، يعني هو الصح أن هو يكتب من دلوقتي لهم مثلا المحل، يوازن أموره. تمام الله يسلمك. ما كنتش طماع كده يا عروسة، مش اتجوزتي؟ لا والله ده أنا عايزة أريح بابا. ما أنت بابا بس تريحي، ده أنت عايزة تعنيت عليه وعلى أخوك الله يسامحك، أبوك يزوجك وبسطك وعمل لك الحفلة وجاب لك فستان العروسة والعفش والجهاز وتاب، اجيك ابن مثلك يا اختي، صلى على رسول الله كده عليه الصلاه والسلام لك، يقول الله يبارك لك يا اخويا ما تحسدوش بقى وتطيريه. طبعا والله الله يبارك له، هو والدي اللي عايز يسال يعني. ابوك راجل طيب جزاه الله خيرا، ربنا يبارك في عمره يا رب ويجوزهم ويفرح بيهم هو بنفسه. اللهم امين. وامك موقفها ايه بقى من الموضوع ده؟ نعم امك موقفها ايه؟ طبعا عايزه اكتب للاولاد، عايز اكتب. سامعني؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي. الله يكتب لنا ولك السعادة في الدنيا والآخرة وللسامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين. ادعو لي فإن قلبي قاس. استغفر الله، الله يلين قلبنا وقلبك. استغفر الله يا قاسي القلب، اذكر الله يا قاسي القلب، رد المظالم إلى أهلها يا قاسي القلب، أكثر من الاستغفار يا قاسي القلب، راجع نفسك مع ربك، راجع نفسك مع ربك ومع خلق الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله حالي طيب وأتقلب في نعم الله والحمد لله، نريد أن يعيننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله نحتاج دائما وأبدا عون الله لنا كي نشكر، نسأل ربنا يوزعنا وإياك شكر نعمه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنت بقيت يعني سيدنا حبيب أسأل عن من الصحابي الجليل الذي عندما أسلم ودخل إلى مكة ظل يشرب من ماء زمزم 13 يوما ولا يأكل شيء. والله هذا كلام ينقل عن أبي ذر، لكن هل صح السند بهذا الكلام أم لا يراجع؟ الله يكرمك. طيب ماشي، جزاكم الله خير. وياك يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله شيخ خير. الحمد لله. والله هذا في الله يا عم الشيخ. احبك الله الذي احببتنا له. يا عم الشيخ انا مقاول بشيل شغل من المالك. انت مقاول تشتري عملا من المالك. وساعات وقت بعض الاحيان باخذ الشغل من المالك بعطيه لواحد ثاني وانا باخذ. يعني وسيط مقاول. بعطيه لمقاول ثاني غيرك. ايوه. وصاحب العمل عارف هذا. صاحب العمل ايوه عارف. ايوه تعرف. يعني انت مقاول تاخذ مني قطعة ارض اقول لك ابني لي عليها بيت يا فلان بمواصفات معينة، فانت تأتي بمقاول اخر لانشغالاتك تقيم نفس البيت بنفس المواصفات والمالك عارف، واذا جاء اي خلل انت الذي امامي تتحمل كده الموضوع. لا المالك مش عارف. لا طيب، واذا المالك عارف من ممكن اجي اتيك انت اقول لك انت اسمك ماذا؟ لا انا بعطي للمالك. اسمك ماذا بس تكلمني. نعم. ما اسمك؟ عبد الحكيم. يا عبد الحكيم انا سمعت عنك مثلا سماعا طيبا انك مقاول ماهر. تمام. وانك مقاول امين. تمام. فجئتك بخصوصك يا عبد الحكيم وقلت لك تعال يا عبد الحكيم ان ابن لي بيتا على هذه الارض. ايوه. فاتفقت معك اتفاقا وابرمته. أيوة. انت يا عبد الحكيم رحت اتيت بمقاول غيرك. تمام. وانا لا اثق الا في عبد الحكيم. غيرك قد يكون حرامي، قد يكون غشاش، فلازم تخبر المالك إلا إذا الملك وكلك ويستلم بمواصفات معينة. أيوة. الله يكرمك يا عبد الحكيم. بين يا عبد الحكيم النصح وبين بورك لهما في بيعهما. صح. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. صح يا عم الشيخ. الله يبارك فيك يا عبد الحكيم. كن حكيما عبد الحكيم. الحمد لله عم الشيخ. كن حكيما يا عبد الحكيم. السلام عم الشيخ ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد الحبيب كيف حال؟ الله يبارك فيك وسلمك من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم أمين. وأسعدني وإياك والسامعين جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. آمين آمين آمين. تفضل. شيخ مصطفى، روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، والحديث إلى آخره يعني. ثم دعا قبل الله الدعاء. أيوه. هذا الحديث في البخاري. طيب. أنا أضبط المنبه قبل الفجر، فإذا أيقظني المنبه ودعوت بهذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل أكون في تحت طائلة هذا الحديث؟ نسأل الله ذلك. أما التعار من الليل التقلب على الفراش مع همهمات وكلام. نعم نعم. لكن عموما أنت تضبط على الثلث الأخير من الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم نعم نعم. ولي رجاء اخر عند فضيله الشيخ لو يسمح لي. تفضل. دعاء لولدي ان يشفيه الله تعالى. لولدك؟ نعم ولدي. اسال الله ان يعافيه من السوء المكروه يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا يا شيخ حبيبي. السلام. تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. نسأل الله العظيم أن يزدك علما وأن يؤتيك خيرا كثيرا ولك بمثل والسامعين والسامعات. تفضل. أريد أن أعرف
ما الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب في الصلوات يجبر بسجود للسهو، أما ركن لا تصح الصلاة به. كمثال، إذا لم تقم وتقرأ الفاتحة وأنت في الصلاة بفريضة بغير عذر صلاتك تبطل، إذا لم تركع صلاتك تبطل، إذا لم تسجد صلاتك تبطل، فهذه أركان. لكن إذا تركت التشهد الأوسط نسيته تجبر بسجود السهو. فهمت؟ كمثال إن شاء الله. نعم إن شاء الله. هناك اختلافات طويلة في هذا الباب يعني. في الحج مثلا الوقوف بعرفة ركن، لكن طواف الوداع واجب. الوقوف بعرفة إذا لم تقف لا حج لك، لكن طواف الوداع إذا تركت عليك دم ويصح الحج. افهم يا مال من دون ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز اشتري عربية. سيارة. تريد ان تشتري سيارة. ايوه. في بنك زراعي في القرية هنا بتقدم رخصة مهنية للشباب، يعني تقدم رخصة ان انت معك رخصة سواقة وتودي ان انت معك. انا انصحك بالبعد لان البنك لا يمتلك، البنك يقرضك ويأخذ القرض مع فائدة ربوية. إذا كان هيسلم ما يقرضك، هو البنك هيشتريها لك، ما له بك. بنك مش تاجر، ليس بتاجر. أيوه. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. كيف الحال يا سيدنا؟ الحال طيب والحمد لله، في نعم من الله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا، هل الماء اذا يعني اختلط به صابون يصبح غير طاهر؟ لا، مش يعني ما يصبحش غير طاهر، بس يحتاج الى ازاله. يعني امتلأ صابون ولا صابون خفيف ولا النظام؟ لا، صابون خفيف يعني. الصابون لا ينجس الماء، لكن جعل الجسم تزيله. تمام. وياك. اسعدك الله يا سيد البعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمن. تفضل. أنا بقول لحضرتك، في محافظة كانت عاملة شقق للشباب، فبعدين الشباب قدمت على سن المحافظة هيتعاملوا مع المحافظة، بعد كده البنك اشترى المشروع وأخذ المشروع. أنتم دفعتم فلوس مقدما أو لا؟ لا مش مقدما، هو كان بيدفع جزء للمحافظه، يعني مثلا بيدفع 10,000 جنيه، كان مبلغ بسيط جدا، ويقسط الباقي براحته جدا على 30 سنه تقريبا، حاجه زي كده، يعني يعتبر شقق معونه للشباب. فبعد كده البنك تدخل واخد، يعني هو بعد ما تعاقد مع المحافظه البنك اخد المشروع جمله، وبدا التعامل يبقى مع البنك. انتم دخلتم على يعني جهلا، دخلتم جهلا. لا، أو دخلتم على علم وتغير المحافظة. تغير الموضوع رغم عنكم. ايوه تمام. خلاص لا اسمع عليك، الاسم على المحافظة. تمام جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ابو فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا في فترة من حياتي حوالي سنة كده ما كنتش بصلي فيها. اللهم نسألك الهدى والتقى. السنة دي ما تركت الصلاة سنة يا مسلمة؟ للأسف. أعيديها يا مسلمة على الوجه المتيسر لك، بالطريقة المتيسرة لك. خلاص؟ يعني ممكن مع كل صلاة صلاة، ممكن تجمع صلوات أيام. أعيديها لقول الرسول عليه السلام: دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. حضرتك يا شيخ. طيب والحمد لله. رب دايما بخير. بقول لحضرتك يا شيخ، بس مسألة بس يعني حرجة شوية. لا تحرجنا ولا تحرج نفسك. في شخصين، بنت وولد 17 و18. يا عم صلى على النبي، ممكن الزكاة محرجة خلاها الهاتف الخاص. لا هي مش محرجة، هي بس يعني حد يعني كلمني يعني اشوف له حل في الموضوع.
طيب اذا كان كلام فيه يعني كلام مش مظبوط خليه على الهاتف الخاص، لان احنا لا نحب ان تلوث هذه الصفحه باشياء لا يحبها الله. طيب يعني طب ممكن تسمع حضرتك تشوف في الاخر؟ ماشي اتفضل لما اشوفك بتفهم ولا لا. اللي حصل ان البنت والولد دول كانوا على علاقه مع بعض تمام؟ لا مش تمام. يعني ما كملش وخليها على الخاص؟ ما هو مش تمام كانوا على علاقه هقول لك اه تمام. تمام انا بقول لك تمام كموضوع يعني تمام؟ فشخص شافهم مع بعض فراح قال لوالد البنت. قال له ان انا شفت البنت والولد مع بعض على الموتوسيكل. ماشي. المشكله كبرت وبتاع، المهم خلوا الواد ايه يكتب على البنت كتاب، والبنت لسه 17 سنه سنه تمام؟ البنت في الاخر اكتشفوا ان الولد يعني كان عامل معاها علاقه وطلعت حامل في 14. طب خلاص كمل بقى على الهاتف الخاص الله يكفينا شرك. انت محتاج بقى تتعلم الفهم شويه. نعم؟ محتاج تتعلم الفهم شويه، لان كان مساله زي كده يجب ان تكون فاهم انها تحرج الناس شويه. على الهاتف الخاص كلمني. تمام ماشي يا شيخ. طب الساعه كام ان شاء الله؟ الساعه كام؟ علينا حضرتك من الساعه كام على الخاص؟ والله يرن علي اللهم صل على رسول الله، رن علي الساعه 3 غدا. خلاص تمام ماشي يا شيخ. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إيه كنت عايز أسأل حضرتك في سؤال. كان معايا مبلغ من المال وكان في حد بيجري عملية طيب فأنا اديته المبلغ كله. وأنا على علم إن هو مش عارف سددهم يعني. سؤالك؟ كان معي كان معي 100,000 جنيه. معك 100,000 جنيه. ابن بيجري عملية لابنه. اب يجري عملية لابنه. طلبهم فحضرتك اديتهم له. اعطيته ال100,000 قرضا او هبة؟ لا هبة. الله يجزيك خير. ماشي وبعد؟ فكان في هو قص الحكاية على حد يعني، فالحد ده كان راجل مقتدر، فلما عرف ان انا عملت كده اداني 1,000,000 جنيه. ما شاء الله ده في ناس طيبة يعني. ماشي. هل الفلوس دي حلال؟ ال1,000,000 جنيه ده حلال؟ رزق ساقه الله اليك. يعني اخذهم؟ خذهم. يعني انت كنت كريما وشعرت ان في رجل فقير يحتاج عملية لابنه، يحتاج عملية لابنه. فمن كرمك ال100,000 جنيه اللي معك أعطيتها للرجل لا تريد منه جزاء ولا شكورا. فهذا الرجل ذهب إلى رجل ثري قال له ده في واحد طيب من الطيبين أعطاني 100,000 جنيه الله يبارك فيه. فالرجل الثاني ثري قال من هو؟ ذكر اسمك. جاءك وقال جزاك الله خيرا وأعطاك 1,000,000 بدل 100 جنيه. رزق ساقاه الله إليك حلال لك اللهم بارك. أنا رفضت يا شيخ مصطفى خدتهم. أنت مش عارف يعني إيه؟ رفضت إن أنا خدتهم. لا أنت سيء الفقه، لأن الرسول أرسل لعمر رضي الله عنه مبلغ من المال، فقال عمر يا رسول الله أعطي هذا المال من هو أحوج إليه مني لست بحاجة. فقال الرسول يا عمر إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فهو رزق ساقه الله إليك. في بعض الروايات تموله، بعض إن شئت تصدق به. فهمت أن سوء فقهك حرمك من الخير. سوء فقهك كان سببا في حرمانك من خير. زادك الله عفافا ورزقك الله من حيث لا تحتسب، وجزى الله هذا الرجل الصالح خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لينا سؤال بعد إذنك. تفضل.
دلوقتي يعني شخص يعمل في صيدلية، الدواء يعني أحيانا يشتريه بسعر ثم سعره بعد ذلك يزيد، هو يبيعه بالسعر القديم ولا السعر اللي هو الجديد؟ ما موقف الحكومة في هذا الصدد؟ الحكومة تلزمك أن تبيعه بالقديم أو بالجديد؟ الجديد، لأن هذا الدواء سلعة مدعومة من الحكومة، والداعم له تأثير في تعيين السعر، له تأثير في تعيين السعر. فإذا كان الداعم قال بيعه بكذا بيعه بكذا، التزم كلام الحكومة، حبيت ترخص على الناس جزاك الله خيرا. طب إذا كان ما فيش إلزام أو في دعم، خلاص أنت حر يبيعه بسعر أي سعر، أنت حر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أحل الله البيع. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صافي ابن إدريس أصرفت على نفسك يا صافي ابن إدريس. لا والله يا صافي ما أنا هكذا، والله يا صافي ما أنا هكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي حديث منازع في صحتي يا سيدنا. ما الحديث؟ حديث أذكر الله حتى يقال مجنون. ضعيف جدا. ضعيف جدا؟ أيوه ضعيف جدا. أذكر الله حتى يقال مجنون. هي 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 وبعدها مخك يذهب كده. أذكر الله حتى يقال مجنون لا يصح. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نشكرك يا أبا فارس على هذا الكلم الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ هنا. يا مرحبا. وكفيك الله. أحبك الله. والله نحبك في الله. أنا من المغرب. يا مرحبا بك. ما اسمك يا صاحب المغرب؟ عبد العزيز. ابن من؟ عبد العزيز. عبد العزيز من؟ عبد العزيز بن حسين. مرحبا يا عبد العزيز بن حسين. طاب اسمك وطاب اسم ابيك يا عبد العزيز. نعم. طاب اسمك وطاب اسم ابيك. الله يكرمك. والله نحبك في الله احبك الله. والله اني احبك في الله. وانا من المتابعين يعني من تقريبا من منذ الصغر، وتربينا على ايديكم جميع الشيوخ. نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي هو الشيخ الدكتور سيد، يعني هذا الشخص يخوض في العلماء، وأي عالم ما هو عالم إلا هو، ويعني ويحرف القرآن ويقول أن بعض الأحاديث غير صحيحة، وأن البخاري يعني ليس بكلام منزل، وان خلاص خلاص. يا ريت رد من 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 من. والله لا اعرف هذا الشخص يا شيخ سيد من، ولا لا اعرفه، لكنني انصحك بالاعراض عن امثال هؤلاء الذين يضيعون اوقات المسلمين ويجلبون لانفسهم العذاب والنكد بطعنهم في العباد. وهو يقول ايضا ان هو دكتور يعني لا علاقه له لا بالفقه ولا بالسنه، هو متخصص في طب الاعشاب او طب الاغذيه، ويخوض في هذا ويضرب هذا. محمد حسن ليس بعالم، وهذا ليس بعالم. خلاص خلاص. يا عبد العزيز بن حسين. نعم. غفر الله لك. اعرض عن هذا، لا تضيع وقتك في مثل هذا. الله يكرمك. سلام الله عليك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا سيدنا كنت اتصلت بحضرتك من فترة، فقلت لحضرتك يعني هل إذا تصافح المسلمان باليد تتطهر الذنوب؟ حضرتك قلت لي حديث إنه ضعيف يعني.
يعني في الوجهان إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، يعني قابل للتحسين وإن ضعف ومضاعف لا يلام. نعم. طيب في حديث آخر يا سيدنا، يعني أنا كنت لقيته، يعني لو ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ما هو هو نفس الحديث الذي أتكلم عليه. نعم. هو نفس الحديث الذي أعنيه بكلامي. نعم. وفقك الله. حبك الله يا دكتور عبد المحسن ابن محمد. ابن محمد عبد المحسن محمد الجعني، الصواب عبد المحسن ابن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ربنا يديك الصحة يا شيخ. وإياك والمسلمين والمسلمات. السؤال لو تكرمت عليا يا كريم. تفضل. دلوقتي حضرتك أنا كنت بشتغل في شركة قطاع خاص بقالي حوالي 18 سنة. وبعده؟ وبعده إن صاحب العمل بقاله فترة بيقفل فروع وبيصرح مع عمالة، فجه الدور على المكان اللي أنا فيه إن إحنا نمشي. فطبقا لقانون العمل المصري المفروض إن أنا ليا مستحقات. طيب. وطبعا صاحب العمل ما بيديش حد ايه مستحقاته، فبيتفاوض مع الموظفين اما ان هو ان هم ياخدوا جزء من مستحقاتهم، او لو مش عاجبك روح ارفع قضيه وحليني بقى بعد سنتين ثلاثه. معايا حضرتك؟ معك. فدلوقتي انا اخترت يعني الحل اللي هو الاسلم، يعني ان احنا ناخد الجزء، لان القضيه طبعا هتاخد وقت. لكن في نفس الوقت بعد ما عملت كده واثناء ما انا بعمل كده ظهر لي راي من احد المحامين قال لك ان انت ممكن ترفع قضيه تطالب بباقي مستحقاتك، فهل انا ممكن اعمل كده؟ لا تغدر. ايه؟ لا تغدر. لا اغدر. ايوه انت اتفقت معه خلاص انني يا اخي اذا كانت حتى لي، اذا سلمنا ان لك مستحقات، لان العقد اللي بينك وبينه ليس فيه المستحقات، انما انت تحكمت الى قوانين الدوله في المستحقات هذه، ففي بعض الشبهه لانه ما لم يتعاقد معك عقدا على هذه المستحقات. تمام. يعني وتعاقد معك عقدا باليوميه او بالشهريه مثلا، لك في الشهر اشتغل عندي ولك في الشهر 1000 جنيه واعطاك ال1000، جئت انت تقول للحكومه تقول لك على كل سنه شهر. تمام. أنت تقول كده، كان ده فيه شبهة أنك ما اتفقت معه على هذا، فإذا أعطاك شيء بطيب نفس اطلب منه المسامحة أيضا، سامحني وأسامحك، ولا تغدر ولا تسمع كلام المحامين اللصوص. محامي هم يشتغل ولا يهم دين ولا يفكر في دين أصلا. بس أنا يعني المتعارف عليه إن أنا طالما يعني اشتغلت عنه فعنده في أي والله اللي عندي قلته لك، وأنت لسه ستلقى ربك إذا حججك أمام الله وقال يا رب هذا الولد جاء يشتغل عندي واتفقت معه الشهر 1000 جنيه. وتعاقد معه هذا وأعطيته يا رب الألف. ذهب يتحاكم إلى قوانين وأنا ما تحاكمت إلى قوانين وأخذ مني مبلغا آخر. انظر كيف ستجيب ربك وخلاص. السلام عليكم. انت فاهم عبد الرحمن؟ كثير من الناس يتحاكم الى قوانين مكتب العمل وهو لم يلتزم بها اصلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. الله جل ان يرزقك الجنه يا رب العالمين. يا رب واياك يا حبيبي. امين يا رب يا شيخنا. الله يحفظك يا شيخنا. والله كان في موقف، يعني انا ما عندي ثروه لكن موقف يعني لعل الله عز وجل يهدي به كثير، يعني موقف حصل معي وانا رايح اصلي جمعه. خير. يعني انت سؤالك، انت الان متصل تحكي لنا موقفا حصل لك لعل ناسا يستفيدون من موقفك، صح كده؟ ان شاء الله. بس اوجز في الموقف لاننا ما بنحبش الحواديت الكثير يعني. لا ان شاء الله عز وجل، يعني ابشر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا شيخنا. وانا رايح ان شاء الله عز وجل اصلي جمعه، رايت شابا على ناصيه الطريق يعني واقف كده ماسك سيجاره
وكان شيخنا بيقول يعني واقف كده اول ما وقع، المهم بيقول يعني نولوني السيجاره دي او عايل السيجاره دي. المهم انا عارف هو بيقول كده نولوني السيجاره ولا كانه يقول، لا كانه يعني عمال يشاور على السيجاره. عمال يشاور كده على السيجاره. المهم دخلت عليه انا وكان معايا اخ، فالمهم مش كنت عارف اللي بيتم او مش كنت عارف اللي بيحصل معايا. المهم بقول له يا اخي قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. المهم بيقول لي هاتوها ليا عايزها. بقول له ايه اللي انت عايزها؟ قال لي بس هات نولني السيجاره دي انا بحبها، نولوها لي نولوها لي. قالها اربع مرات او خمس مرات يا شيخنا الحبيب. بعد كده فاضت روحه الى الله عز وجل. مات. مات. خلاص افضى الى ما قدم. والاعمال بالخواتيم. نسال الله يحسن ختمنا واياك. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك. نعم. سيدنا الحبيب. تفضل. ماشي. تفضل. ماذا عندك؟ الله يسلمك يا سيدي بس. نعم. والله انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. دعواتك هنا سيدنا بارك بالتوفيق والسلام. يا ربي وفقنا واياك وسددنا واياك وسلمنا السلام. الله يبارك فيك. عبد الرحمن. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا سيدنا عندما أتحدث مع يعني بعض الأشاعرة يعني وأناظرهم وكده يعني فبقول لهم إيه؟ الله عز وجل في السماء جالس على العرش، هل كلمة جالس دي يعني؟ الله استوى على العرش، الرحمن أكمل. على العرش استوى. خلاص قل كما قال الله. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظهم وفك الأسار المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وأصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا واستر سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.